البرلمان يناقش ترتيبات العودة الطوعية والقصرية للاجئين السوريين. أوساط دولية تحذر من التسرع في ترحيل اللاجئين السوريين. بروفيسور يحذر من الترحيل القسري للاجئين السوريين. فيينا تسجل 7 حالات إفلاس يومياً في 2024. الشرطة المالية تحقق نجاحات كبيرة في مكافحة الاحتيال المالي. والسجن 28 شهراً لرجل أغوى طفلة عبر الواتساب. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا ليوم الأربعاء 11 من ديسمبر 2024. ناقش البرلمان النمساوي الوضع السياسي في سوريا، حيث أكد وزير الداخلية جيرهارد كارنا دعمه لعودة اللاجئين السوريين بشكل منظم وتدريجي، بدءا من العودة الطوعية وتنظيم رحلات جوية مع إعداد قوائم للترحيل القسري للأفراد غير المستوفيين لشروط البقاء. وأوضح كارنا أن الترحيلات ستبدأ عندما تصبح الظروف ملائمة، مع التركيز على مرتكب الجرائم وغير المندمجين والرافضين للعمل. وأبدى حزب الحرية تحفظات متسائلا عن تأخر وضع القوائم، بينما دعا الاشتراكيون الديمقراطيون إلى نهج حذر، فيما أكد حزب نيوز ضرورة ترحيل من لا يحق لهم الحماية. أما حزب الخضر فشدد على عدم استقرار سوريا ودعم القوى الديمقراطية لإعادة البناء. اندلعت نقاشات حادة في الأوساط الدولية حول ترحيل اللاجئين السوريين عقب سقوط نظام الأسد، حيث حذرت الأمم المتحدة من التسرع في اتخاذ مثل هذه الخطوات. وأكدت أن الوضع في سوريا لا يزال غير مستقر، مما يجعل العودة الآمنة مستحيلة. وانتقدت منظمة حقوق الإنسان مثل أمنستي إنترناشونال الوضع في سوريا بأنه لا يزال غير مستقر ويشكل خطرا على حياة اللاجئين في حالة إعادتهم. كما شددت منظمة SOS ميتمنش على ضرورة منح السوريين دعماً بدلاً من خلق حالة من عدم الاستقرار والخوف بينهم. من جهة أخرى، انتقد وزير الشؤون الاجتماعية النمساوي يوهانس روخ موقف حزب الشعب، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تفتقر إلى العقلانية والإنسانية. حذر البروفيسور بيتا نويمان من جامعة كينغز من مخاطر العودة القسرية للسوريين إلى بلادهم، معتبرا أن الاستقرار في سوريا لم يتحقق بعد. واعتبر نيومان أن الترحيل القسري للاجئين السوريين إلى بلادهم في الوقت الحالي خطوة غير مسؤولة، موضحا أن العودة يجب أن تتم فقط عندما يصبح الوضع الأمني والسياسي هناك أكثر استقرارا. وحذر نيومان من العواقب الإنسانية لهذه الخطوات، لأن الأشخاص الذين حصلوا على اللجوء في السنوات الخمس الماضية هم المستهدفون، ومع ذلك لا يمكن بدء إجراءات سحب اللجوء إلا بعد مرور 5 سنوات. شهدت مدينة فيينا في عام 2024 ارتفاعاً في عدد حالات الإفلاس بنسبة 27.6% مقارنة بالأعوام السابقة، حيث بلغت الشركات المفلسة 2467 شركة، ما يمثل 38% من إجمالي الإفلاسات في النمسا بمعدل 7 شركات يومياً. وأوضح يورجن جيباوا رئيس قسم إفلاس الشركات أن قطاع العقارات كان الأكثر تضرراً نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والتضخم وتغير الطلب، وأنه لم تفتح إجراءات إفلاس في 39% من هذه الشركات بسبب نقص الأصول. وسجلت مجموعة سجنا أكبر خسائر تجاوزت 830 مليون يورو، ومع استمرار العوائم الاقتصادية الضاغطة من المتوقع أن تستمر ظاهرة الإفلاسات حتى عام 2025. أعلنت الشرطة المالية النمساوية تحقيق نتائج بارزة خلال الربع الثالث من عام 2024 بعد تنفيذ 6000 عملية تفتيش للشركات في مختلف أنحاء البلاد، أسفرت عن اكتشاف 1958 حالة احتيال شملت انتهاكات لقوانين العمل والضمان الاجتماعي والتلاعب بالأجور. وتم فرض غرامات تجاوزت 4.4 مليون يورو، وضبط 15 جهاز قمار غير قانوني، وكان من أبرز الحالات اكتشاف عمال غير قانونيين في فنادق بمدينتي سالزبورغ وكيتسبويل وشركات بناء في شاردينغ. وأكد وزير المالية جوتنا مايا على أهمية هذه الجهود في تعزيز النزاهة المالية، فيما أشار رئيس مكافحة الاحتيال
إلى أن التعاون واستخدام تقنيات حديثة يسهمان في حماية الاقتصاد. أصدرت محكمة في فيينا حكماً بالسجن لمدة 28 شهراً على رجل يبلغ من العمر 33 عاماً بعد إدانته بجريمة الإغواء الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ووفقا للاتهامات، تواصل المتهم مع فتاة صغيرة عبر منصتي سناب شات وواتساب متظاهرا بأنه شاب في 19، وأقنعها بإرسال صور ومقاطع فيديو ذات طابع جنسي. وقد تم الكشف عن الجريمة عندما لاحظ شقيق الفتاة المحادثات على الهاتف المحمول وأبلغ والدته التي قدمت الأدلة للشرطة. واعترف المتهم أمام المحكمة بذنبه وأعرب عن ندمه، بينما طلبت النيابة بعقوبة مناسبة علما بأن الحد الأقصى للعقوبة قد يصل إلى 10 سنوات. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولمزيد من التفاصيل لا تنسوا متابعة موقع infograd.com. دائما كنت معكم أنا بثينة سلام، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.